معنا هاتفيا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. مرحبا بك يا استاذ كامل. اذا ميليشيا الحشد ذكرت انها اشتبكت مع مجموعه من تنظيم داعش في جرف الصخر، كيف تقرا هذا التصريح والى ما يهدف؟ الحقيقه كل هذه مبررات اجراميه. موضوع الحشود وموضوع الميليشيات هو ظاهرة إجرامية بالعراق، موجودة في جرف الصخر وفي كل مناطق العراق، ويحتاج لها معالجة استراتيجية من السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية. وسنشهد تجاوزات في جرف الصخر وفي شمال العراق وفي جنوبه، وستستمر القضية إذا لم يتم محاسبة المسؤولين بما فيهم القائد العام للقوات المسلحة. ولكن ألم تعلن الحكومة في بغداد هزيمة تنظيم منذ أكثر من عام؟ كيف نفهم الآن ظهور هذا التنظيم مجددا؟ يا أخي، الآن كل المقاومين للأوضاع الإجرامية بالعراق، حتى الضحايا إذا قاوموا الظواهر الإجرامية يسموهم دواعش. هذه الميليشيات وهذه العصابات لم تعد لها بضاعة إلا موضوع داعش، وتتحجج بداعش. حتى الحكومة الآن عندما تقصف في موضوع إصلاحي، موضوع تنموي، تتحدث عن داعش. الحكومة عندما تقترض من البنوك العالمية تتحدث عن داعش. وكل الأمور، كل الأخطاء وكل التجاوزات كلها تبرر بالمواجهة مع داعش، كانت وما زالت، وهذه حجة وستستمر. يعني أستاذ كامل، كيف تقرأ توقيت الاشتباك مع الأنباء التي تتحدث عن بدء النازحين في العودة إلى منازلهم في ناحية جرف الصخر وغيرها؟ يعني هذه الاحتكاكات ستستمر، والنازحين اللي هم الضحايا يعني ناقمين، وربما بعض الاحتكاكات تؤدي إلى نزاعات، تصل إلى نزاعات مسلحة، وقد تحدث بالأيام القادمة إلى مقاومات جماعية شعبية ضد ما يسمى بالحشود، اللي أنا أعتبرها هي عصابات إجرامية خارجة عن الدستور والقانون. هناك من يرى أن ظهور التنظيم الآن ذريعة لمنع عودة النازحين إلى ناحية جرف الصخر، ولكن لماذا تريد الحكومة أو هذه الميليشيات لنقول تفريغ هذه الناحية من أهلها؟ يعني الحديث عن الحكومة حتى به تجني، لأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على موضوع الميليشيات، بل الميليشيات هي اللي خلقت الحكومة. يعني عبد المهدي اللي يسمى عبد المهدي هو المفروض يسمى عبد الميليشيات، هو أرضى الميليشيات واتفق معها حتى يكون رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، والآن هو عليه أن يرضي هذه الميليشيات، واللي هي بدأت تتكاثر وتنمو وتصرح وتواجه، تتحدى السلطات وتتحدى القوى الخارجية مثل ما نسمع يوميا. فالحديث عن الحكومة وقدرتها على السيطرة على الميليشيات أعتقد حديث غير منطقي. الحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي تحت رحمة الميليشيات وقوتها ونفوذها. إذا ما الحل؟ يعني نحن أمام ما على ما يبدو تغيير لتركيبة سكانية في ناحية جرف الصخر وغيرها من المدن الأخرى والمناطق، لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية، لا سيما أنها تكررت في أكثر من مدينة ومنطقة ومحافظة في العراق أخيرا؟ يعني الموضوع أصبح معقد، والتحدي هذه الميليشيات يحتاج إلى مواجهة داخلية شعبية ضد هذه الميليشيات، واقصد منهم الشيعة بالتحديد. عليهم ان يقاوموا هذه العصابات التي تقتل وتذبح وتتجاوز باسم التشيع. اما الجهد الدولي ما معني بهذا الموضوع ولا يعنيه، لانه الامريكان اللي هم الطرف الراعي للعمليه الاجراميه بالعراق اللي يسموها عمليه سياسيه، يعني كفوا ايديهم وقالوا هذا الموضوع داخلي، العراقيين هم يحلوه. العراق مطلوب منه فقط أن يقاتل داعش وأن
ينفخ الاويل، ينفخ النفط للسوق العالميه لاستقرار السوق العالميه. هذا مطلوب من العراق. اما كل المواضيع الاخرى فهي متروكه للشعب العراقي يحلها، هو قيادته، سواء قيادته صالحه او طالحه. شكرا جزيلا لك من واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحسني.